سبيلا إلى دعم الفئات الهشة من المواطنين، تطلق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإخصاء التآزر في مدينة روسو البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة المديرة للدخل ومنح القروض الميسرة، وذلك بإشراف الأمين العام للمندوبية وبحضور السلطات الإدارية والأمنية في الولاية. هذا البرنامج الذي يمثل أحد أهم محاور البركة للاندماج الاقتصادي ويجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني القاضية بتحقيق التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء من خلال النهوض بالفئات الأكثر هشاشة في البلد، حيث يصل غلافه المالي 2,300,000,000 أوقية قديمة، ويستفيد منه 1,783 نشاطا مدرا للدخل و 433 قرضا ميسرا. العمدة المساعد لبلدية روسو ثمن هذه العملية التي تدخل ضمن سياسة الدولة الرامية إلى دعم الطبقات الهشة من المجتمع، وقد أعرب المستفيدون من هذه القروض عن سعادتهم بهذا التدخل الذي سينعكس إيجابا على حياتهم. رأينا شاكرينكم حتى التعاون اللي رأينا ديوم زين عندنا اللي بين أسامينا مرقون على لا سيمبل آليات ضعيفات، نقول حد يعاوننا نشغلوا شغلة، نقول سبقوا نخيط الملاحف نعدلوا كل شيء ما نقول توا نقعدوا. هذه أول بعض مرة أول خطوة تعدل من ناحية عن عليات ندعموا ويعادوا تعاونيات ويعودوا يشتغلوا ويعودوا معتمدات على أنفسهم ما هم معتمدات على الغير، وإن شاء الله تعود خطوة زينة وتعود بداية خير لي والعليات اللي معايا. وفي سياق آخر، قدمت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء معدات زراعية تمثلت في كمية من السياج لصالح المزارعين. يتمثل هذا الدعم في حماية المزارع من خلال السياج وملحقاته معهم بربلي ومعهم الكورنيار، الأجهزة كانت متعلقة بالأدوات كانت متعلقة بحماية المزارع اللي المزارعين بشكل عام يروعون تعود من 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 من, من 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 العوائق اللي واقفة قدام تطوير إنتاجيتهم وحماية منتجهم من 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 الحيوانات ومن ذيك المسائل كاملة اللي تعود السياج ينفع فيها. العموم احنا اليوم في مدينة روسو التسليم على جهة بلدية جهة باط ولاية ترارزة اللي بدورها تحاول ان شاء الله على انها تسلموا للمستحقين، الناس اللي ضعاف واللي عندهم مزارع صغيرة واللي محتاجين للسياج ان شاء الله، ويعود ذاك يعاونهم في تحسين انتاجيتهم ومساهمة مولي المندوبية العامة في نجاح الحملة الزراعية 2022-2023. وسيتم توسيع هذه المعدات على المستهدفين من طرف جهة ترارزة، وتسعى المندوبية من خلال هذا الدعم إلى تشجيع المزارعين ودعمهم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. لقناة الموريتانية محمد الياتمة، مدينة روسو. أكدت الإدارة العامة